ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نروح على طول لألعاب الصالات، وعندنا الأسبوع ده خبر جميل الحقيقة. فريق الماسترز طبعا حققوا أول بطولة في 2023 بالفوز على الزمالك 3-0 والحصول على السوبر دوري، بطولة جديدة طبعا، ودي بطولة أول سنة بتقام السنة دي، وبالتالي كالعادة الأهلي بيكتب التاريخ في كل الألعاب، وبداية جميلة لسنة 2023، مباراة كبيرة قدمها فريق رجال الطائرة في النادي الأهلي ومدربهم طبعا كابتن محمد مصلحي اللي عامل مسيرة رائعة مع الفريق. نروح نشوف تقرير عن البطولة وتتويج الأهلي بيها ونطلع ونرجع لحضراتكم مرة أخرى على طول. إنجاز جديد للقلعة الحمراء سطره لاعب الأهلي للكرة الطائرة بعد تتويجهم بأول لقب لكأس السوبر المصري باكتساحه فريق الزمالك بثلاثة أشواط دون رد من على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. إصرار كبير يحمله نسور الأهلي للفوز بكل البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الحالي، ومجهود كبير من جميع لاعبي الفريق الذين تحلوا بالتركيز الشديد طيلة الجولات، وكانت لديهم رغبة قوية حاضرة في الفوز باللقب بدءا من الجولة الأولى التي حقق فيها فوزا كاسحا على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون رد. في الجولة الثانية حققوا فيها الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. في الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أيضا في قبل النهائي، ثم اكتساح الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة في النهائي ليكرس المارد الأحمر العقدة أمام غريمه التقليدي بعدما التقى الفريقان في خمس مناسبات خلال الموسم الحالي فاز بها الأهلي. كما أصبح الشياطين الحمر على مقربة من تحقيق حلم الخماسية التاريخية، حيث من المقرر أن ينافس الفريق على خمس بطولات خلال الموسم الحالي كانت بدايتها بكأس السوبر، يتبعها البطولة العربية للأندية، ثم استكمال الدوري الممتاز وكأس مصر قبل الدفاع عن لقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري في تونس. لاعبو الأهلي سيطروا على جميع الجولات وتمكنوا من حسم النتائج لصالحهم بفضل التركيز الكبير والرغبة الجادة في حسم اللقب لبطولة كأس السوبر التي تقام للمرة الأولى، ويعد إنجازا كبيرا للأهلي يضاف إلى سجل بطولات النادي المليء بالألقاب المحلية والقارية، وسيكون انطلاقة جيدة للفريق لتحقيق المزيد من البطولات في المحافل القادمة والتي يسعى المارد الأحمر لتحقيقها والتتويج بها. كعادة الماسترز الحقيقة يعني هم العادي بتاعهم ان هم مكتسحين كل البطولات اللي بيشاركوا فيها. يعني رجعنا لحضراتكم من تقرير بصراحة كان رائع، وكالعادة